تفضل سي أستاذ. فيما يخص العلاقات المغربية الإسبانية بصفة خاصة العلاقة التي تربط مدينة العرائش، باعتبارك يعني مهتم بالعلاقات المغربية الإسبانية وكذلك يعني عندك تجربة ديال الهجرة فرد وارتباط قوي بالمغاربة المقيمين في هذه المنطقة، يمكن تعطينا بعض التوضيحات فيما يخص هذه النقاط هذه. يعني العلاقات المغربية الإسبانية كنعرفوا أنها تاريخيا كانت مطبوعة بأزمات متتالية، يمكن أن نقول أنها بشكل أو بآخر كانت تكون أزمات دورية، أزمات دورية، وهذه الأزمات الدورية كانت دائما تشكل عائقا لتطور هذه العلاقات ولتتخذ مسارها الصحيح. لكن في السنوات الأخيرة لاحظنا أن هذه العلاقات تعيش شهر عسل طويل، وهذا الشهر العسل التحسن في العلاقات يعني يمكننا أو مرده إلى كون المسؤولين في البلدين قرروا أو حاولوا تهميش وتركين القضايا والمسائل التي كانت تخلق الأزمات وتخلق يعني التشنج في هذه العلاقات، حاولوا تركها جانبا وغض الطرف عنها حتى يحين الوقت المناسب لتناولها، وركزوا على بعض القضايا والمسائل الآنية التي تهم البلدين، وعلى الأخص المسائل الأمنية والمسائل القطاع، القضايا الاقتصادية التي عرفت بطبيعة الحال تحسنا كبيرا جدا، لدرجة أن إسبانيا أصبحت تتناوب مع فرنسا على مرتبة الشريك الأول للمغرب من الناحية الاقتصادية، وكذلك المسائل التركيز على المسائل الهجرة ومحاربة التجارة غير الشرعية في المخدرات. بطبيعة الحال هذه الأولويات التي أعطيت أو التي تطبع الآن العلاقات المغربية الإسبانية كان لها يعني أثر كبير وأثر يعني هامشي لم يترك لهذه العلاقات المجال لكي تتطور أكثر. وهنا أريد أن أقول أن التأكيد على هذه الأولويات ساهم في تهميش مثلا المجال الثقافي الآن، مثلا تعليم اللغة الإسبانية في المغرب يتراجع، عدد الطلاب المغاربة الذين يدرسون في إسبانيا يتراجع، وكل هذا يعني التهميش ديال المجال الثقافي، وكذلك المجال ديال التعاون من أجل التنمية لم يترك لهذه العلاقات الفرصة لكي تتشعب وتشمل المجتمع ككل، المجتمع مثلا المغربي والمجتمع الإسباني. الآن المطلوب هو أن تتسع شبكة هذه العلاقات وأن تصل إلى المستوى يعني الشعبي ومستوى المجتمع المدني، لأن الشيء الوحيد الذي يعني يطبع كذلك هذه العلاقات ويؤثر عليها هو جهلنا بالآخر. الإسبان يجهلون المغاربة والمغاربة يجهلون الإسبان، يجب علينا أن نخلق أدوات جديدة لكي نتعرف على بعضنا البعض، نتعرف على بعضنا البعض أكثر، وأن هذا التعرف على بعضنا البعض سيساهم وسيسمح لنا بتشكيل قاعدة متينة وقاعدة صلبة ننطلق منها من جديد مركزين على ما يجمعنا ونترك يعني كل ما نختلف فيه وكل ما يفرقنا نتركه يعني من هل يمكن القول أن علاقة الجوار يعني تأثرت بها منطقة الشمال وبصفة خاصة مدينة العرائش بتراثها البحري وقربها الجغرافي ويعني والعمق يعني المشترك التاريخي، هل يمكن القول أن العرائش كانت ضحية لهذا التنافر أو ما يعني بعض المحطات في هذه المرحلة مراحل؟
نعم يمكن أن نقول ذلك. لذلك يمكن أن نقول ذلك. وأنا مثلا شخصيا أرى أن هذا التعاون الجديد أو هذه الآليات الجديدة للتعاون التي رأت النور الآن بين مدينة العرائش ومدينة مرباطي هو بطريقة ما نوع من المصالحة التاريخية، يعني أننا تصالحنا بشكل ما مع تاريخنا. يجب أن ننسى أن العلاقات ما بين مثلا العرائش وبرباطي هي علاقات متجدرة في القدم، عندها يعني عشرات 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 القرون منذ وقت الفينيقيين، والعلاقات موجودة بين 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 الضفة الأخرى من المضيق وبين بين هذه الضفة. والآن يعني حان الوقت لكي نخلق من جديد هذه الدينامية أو أن نحرك هذه الدينامية التاريخية ونستغلها بطريقة إيجابية، نجعل منها يعني قاعدة ننطلق ونستشرف منها المستقبل، دون أن يعني هذا أننا ننكر الماضي أو ننكر يعني التاريخ. الآن نحن يعني مدعوون للحوار على الماضي وعلى الحاضر وعلى المستقبل، لأن هذه يعني التاريخ وعمق وطول العلاقة التاريخية التي تجمعنا تفرض علينا أن نتصالح مع بعضنا وأن نرى بعضنا كما نحن، يعني بطريقة موضوعية دون الخضوع لتلك الأفكار المسبقة وصور نمطية التي كانت دائما هي التي تخلق هذا النوع من التشنج وهذه الأزمات التي كانت تطبع العلاقات بين المغرب وإسبانيا. على مستوى التشابه يعني ونقاط الالتقاء والمشترك سواء التاريخي وكذلك الجغرافي من حيث التشابه من حيث المرض ديال التشابه الحياة. كبير جدا وغالبا ما نتجاهله، فمثلا مدينة برباطي هي مدينة مفتوحة على البحر كما هو الشأن، مدينة أطلسية مدينة أطلنطية، هناك يبدأ المضيق مدينة برباطي، بعد مدينة برباطي يبدأ المضيق جبل طارق. برباطي مفتوحة على الأطلسي، العرائش مفتوحة على الأطلسي، برباطي لها نهر، العرائش لها نهر اللوكس، هذا النهرين خلق واحد مستنقعات وماريسماس، هذه المستنقعات يعني تستقبل انواع من الطيور، نفس الانواع من الطيور المهاجره، لا في برباطي ولا في العرائش. حتى النباتات الموجوده في هذه المستنقعات هي نفس النباتات الموجوده مثلا في العرائش او الموجوده في البرباطي. كذلك من الناحيه التاريخيه العرائش مثلا ميناء العرائش كان مشهورا بحاجز بحري، حاجز من الامواج كان يمنع البواخر او مراكب الصيد من الخروج من الميناء او الدخول اليه، وكلنا نعرف ان المئات من او العشرات من 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 البحاره ماتوا في هذا الحاجز البحري الذي كان يمنعهم من الدخول او الخروج الى الميناء. بدأ مدينة برباطي عانت هي كذلك من نفس المشكل منذ عشرات السنين، يعني ان حتى التجربة ديال الحياة التجربة الحياتية في المدينتين هي تجربة يعني متشابهة، والان حان الوقت لكي نستفيد من هذه التجربة، لا من الناحية الاخرى ولا من ناحية العرائش، نستفيد من هذه التجربة ونتمنها لننطلق نحو افق. على مستوى النمو والتمدن بهذه المدينة، يعني في القديم كان يشار بان ميناء برباطي، ولكن الان ما هي الافاق ديال التمدن والتطور، يعني سواء على مستوى العمران على مستوى الثقافة والمجتمع في هذه المنطقة والحضور الجالية المغربية في مستوى العمران. على مستوى العمران مثلا مدينة برباطي مدينة صغيرة، يا الله يعني يبلغ عدد سكانها تقريبا 25,000، لا تصل إلى 30,000 نسمة، وهذا الشيء مرده أيضا إلى كما يقول الإسبان إلى جزء من العلاقات المغربية الإسبانية. نعرف أنه بعد
الريكونكيستا بعدما ترجع الإسبان بعد الحماية الأندلس لا الريكونكيستا بعدما ترجع الأندلس الإسبان كل الأندلس ترجعت إسبانيا الأندلس بأكمله بدأ ما كنا نعرف عليه بالقرصنة بدأت القرصنة البحرية نعم القرصنة البحرية أو ما كان يسمى من جانبنا بالجهاد البحري بالجهاد البحري هذا الجهاد البحري مثلا كان له تأثير كبير على مدينة بارك على استقرار بالمدينة على لأن جمعانت العلائش بنفس الوضع كذلك يعني ولهذا هناك مشترك ثقافي وتاريخي كبير بين التشابك أكيد عليه نعم مثلا الإسبان يقولون أن بارباطي مثلا لم ينمو لم يستقر فيها السكان لا لم ينمو عدد سكانها بفعل بفعل هذا الجهاد البحري رغم موقعها الجغرافي الهام في بطبيعة الحال رغم أنها يعني قمر طرق ممر دادة ولكن العدد السكان ديالها لم ينمو والسبب الرئيسي كان هو يعني ما نسميه نحن الجهاد البحري ويسميه الجانب الإسباني كيتسمى نعم حول وجود المغربية والجالية المغربية في هذه المدينة في هذه المدينة الجالية المغربية ضعيفة جدا إنها مدينة صغيرة وفرص العمل فيها قليلة لأن كل يعني فرص العمل المتاحة أغلبيتها كانت علاقة بالبحر علاقة بالبحر لا أنت عشت مدة طويلة في مدينة برباطي تعرفها جيدا مدينة برباطي عشت فيها فترة طويلة نعم كنت أعرفها وكنت يعني سبق لي يعني قمت بزيارات يعني متعددة للمدينة في إطار يعني العمل ديالي في قنصلية المملكة المغربية بالجزيرة الخضراء وكنا يعني بعض الحالات كنا كنعملوا كنقدموا المساعدة للمهاجرين السريين المغاربة اللي كانوا كيوصلوا لبرباطي أو الذين كانوا فقدوا أو الذين فقدوا حياتهم من هناك اللي كنا كنقوم بالإجراءات الضرورية لإعادة ترحيلهم أو لترحيل جثمانهم إلى المغرب فهذه في السنوات يعني في التسعينات في التسعينات ثم أتيحت لي الفرصة في سنة 2001 أن أقوم بمهمة رسمية لهذه المدينة ذلك أنه في 2001 كانت نهاية صلاحية اتفاق الصيد البحري بين المغرب وإسبانيا الذي أبرم في عام 1995 وكانت واحدة من البنود ديال الاتفاق تقول أنه لن يتم تجديد الاتفاق في هذا الوقت يعني أتذكر في أبريل 2001 زارنا في قنصلية المملكة المغربية بالجزيرة الخضراء العمدة ديال رئيس مجلس بلدي ديال مدينة برباطي كان آنذاك يسمى دي خيسوس زارنا وسلم لنا رسالة موجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبعد شهر من ذلك تلقينا رسالة جوابية من صاحب الجلالة إلى عمدة برباطي وشاءت صدف أن أكلف أنا بمهمة تسليم هذه الرسالة إلى عمدة مدينة برباطي نعم إذن التاريخ البحري والتراث البحري كذلك مشترك ما بين مدينتين وأنت عندك علاقات يعني وطيدة مع سكان برباطي كيف يمكن تطوير هذه العلاقات في المستقبل؟ أنا أظن أن أولا يجب أن يعني أن نصنع أو أن نجهز أرضية متينة للانطلاق الأرضية المتينة تنطلق من معرفة الآخر يجب علينا أن نعرف الآخر أحسن البعد الثقافي استحضار البعد الثقافي كذلك هم عليهم أن يعرفونا أكثر وإذا تعرفنا على بعضنا البعض سنعرف ما هي الإمكانيات المتاحة لكي نفتح آفاقا جديدة للتعاون على أي حال يعني المواضيع التي يمكننا أن نتعاون فيها مع هي مواضيع يعني كثيرة وحيوية بالنسبة للمدينتين ولكن يجب أن لا نتسرع وأن نصنع أرضية أن نجهز أرضية متينة وصلبة يمكننا أن ننطلق منها ولا ننسى مثلا أن الآن في السنوات الأخيرة لاحظنا أن مثلا أن سمك التون
قد استرجع صحته وأصبح وأصبح الآن يعني سمكتون حاضرا حاضرا سواء في الم في الـ في الـ في يعني في المصايد يعني يصطادون وكذلك في الحياة اليومية للناس الحياة اليومية للناس في برباطي نفس الشيء لقد يعني هم يعيشون بنفس الديناميكية نفس الديناميكية وهم عندهم تجربة كبيرة مثلا فيما يخص مثلا سمكتون هنا مثلا نحن في العرائش إذا عددناه نعده بثلاثة أو أربعة طرق لا غير لا نعرف كيف كيف نأكله في حين نجد أن في برباطي مثلا هناك يعني 21 أو 25 وصفة كيف تهيئت كيف تهيئت وطبخ سمكتون يمكن أن نتعلم منهم هذه الأشياء يعني ستساعدنا على إغناء حياتنا اليومية وأن نتدبر الحياة اليومية بشكل آخر وما يقال عن التون يقال أيضا عن أسماك أخرى وعن أشياء أخرى يعني في الحياة اليومية العلاقة مثلا التي تربط برباطي وهذا هي حاضرة في الحياة اليومية للعرائش للحياة اليومية للعرائش إذن علينا أن نغنيها أيضا نغنيها بالرجوع مرة أخرى إلى برباطي وأن نتعلم كيف يتعاملون مع ما لدينا وهذا من شأنه أن يترينا أيضا وأن يعلمنا أشياء جديدة وحياة كما تعرف أو الثقافة كما نسميها يعني بتعريفها الواسع هي كما يسموها الفرنسيين مانيير دو فيفر نمط العيش يعني الطريقه العيش هذه الثقافه الطبخ ثقافه الصيد ثقافه كل هذا ثقافه اذا لنتعلم منهم هذه الانماط الجديده للعيش للاستغلال للاستغلال الجيد لما لدينا شكرا سي مصطفى الحر على هذه التوضيح